ما حد يعرف انه انت طالعه ضيفه شرف بمسلسل انا والمديره ويا الاء حسين واياد راضي، وما حد يعرف انه الاء حسين كلش هوايه دعمتك فنيا وساعدتك. صح، اوجه لها تحيه اكيد، من الاشخاص اللي كلش ساعدتني. يعني انا هم كلش اثق بعد، يعني هي اكيد نجمه، فاني كلش اثق بالنصائح اللي هي تعطيني اياها. ف صحيح هذا الكلام، صح هذا السر. شلون كده شلون تغيرين رايك بموضوع الزواج؟ واتزوج من سنجل مثلا؟ اتزوجك انت؟ ليش لا؟ قلت رياجيل اتزوجك انت؟ بوم.